شكر التقدير لقناة الشروق التي أتاحت لي هذه الفرصة. أفتكر إنها من الفرص النادرة أن تهتم بعض القنوات وعلى رأسها الشروق، قناة الشروق، بالموسيقى. الملاحظ كل قنواتنا هنا أو كل ثقافاتنا الفنية متجهة نحو الغناء. أنا ما بعرف كده يعني بفتكر أنه الغناء يعني ما يجد الفرص اللي وجد الآن، لكن بفتكر أنه يعني في شيء من يمكن أقول الإهمال عديل كده بالنسبة للموسيقى. يعني كل القنوات يمكن بنسبة 120% كل السهرات غنائية، ما في تفكير بالنسبة دائما إعطاء يعني فرص بالنسبة للموسيقى. معلمنا أنه الموسيقى يعني الفن الوحيد اللي اعترف به كل العالم، كل العالم المضطرب سياسيا واقتصاديا وعسكريا وإلى آخره، اتفق على حاجة واحدة في العالم ده كله، أن الموسيقى هي اللغة العالمية الوحيدة التي يتحدث بها الشعوب مع بعضهم البعض.
منشأة وسيطة، أسرة فنية. أنا لو دايما أتكلم عن الأسرة الفنية دايما أتكلم عن عمنا اللواء صلاح حمد صالح المكي. فتحنا ونشأنا، أول شيء عنده كل الآلات، أي آلة استخدامية، كمان يعود، آلات النفخ، لا الدرمز كان عنده. ده في وقت الناس ما بتعرف الحاجات دي، يعني كان يشوف واحد، يعني الواحد بيستغرب انه يشوف شخص واحد عنده كل الالات دي. ده بيوريك انه يعني نحن في حرفيه المكونه، في حرفيه الجنوب فنيا، فاتوا الوراهم والقدامهم قبل ما يعرفوا الحاصل شنو فيهم. وفعلا يعني تاثرت بالبدايه بعمنا صلاح زي، لانه كان حتى القربه اللي هي بتاع السكوتش دي كانت عندي، وكان دي من اكثر الالات اللي كان يعني بيستعملها، لانه حتى لما ابتدي ينفخ في القربه دي، بيتنا من بيتنا اليوم من سرايه حامد صالح لبيتنا يعني حاجه بتاعت لو جريت كده 3 دقائق ولا 4، اقل من 3 دقائق ولا 4 دقائق. هو على بال ما ينفخ القربه، طبعا القربه ما طوال، يعني دايره نفس دايره شده في في في, في النفس بالذات. هو على بال هو ما يكون وصل المدى اللي هو يمكن بعد كده عادي فيه، انا بكون وصلت الصرايا هناك. شوف ده نحن شافع صغير، ما اقول لكم عمري كم، 5 سنين دي ذاتها كثيرة قلت يعني. المهم أنا نشأت في وط وفي أسرة عندنا في عمنا زي ما قلت لكم له صلاح حمد صالح، عندنا عمنا حسن محمد صالح اللي كان كوموندان بوليس الخرطوم في الستينات، ومن من من آثاره لحد الآن هو اللي عمل أو قرر إنه لازم التكس يكون أصفر. دي من الحاجات اللي عندنا. برضو عمنا دي الصحة والعافية، الاثنين اللي ذكرتهم توفوا رحمة الله عليهم. سر الخاتم أحمد موجود الآن، وده كان بغني بعزف عود بغني لحسن عطية.
عمنا صلاح صالح علم بنت عمي اسمها آمنة دالية، هو أبو نصر الدالي اللي هو شقيق أبوه يعني أو أخوه الكبير، علمها صلاح كيف عزف العود، وكان عندها ريشة ما تصير. آمنة دي قبل أسمى، لاحظ يعني يمكن بالمعنى ده أنه يكون أول امرأة سودانية عزفت العود في السودان تكون آمنة. لكن طبعا في نطاق أسري، ما في ناي ولا يعني في حفلات عامة ولا أجسدة مثلا إعلامية، في ناطق في نطاق خارج داخل الأسرة في أفراح الأسرة في بتكون كده الحاجات دي كده. بعدها ابنة عمي برضو اسمها حمد ربنا يديها الصحة والعافية، شيت بيها يعني من هنا، هي أول من كان عندها برضو عود. هي دي بقى الفترة اللي أنا ابتديت أتعلم فيها العود. فأسمى حتى سبب العود يعني خلاه يعني يكون عنده عود، مرة والده اللي هو حمزة بشير نصر اللي هو توم أبوي لقاه مرة كده بتصفر، أسمى بتصفر كده، فأبوها استغرب دهش من بتصفر ليه. وبعدين أسمى كان خلقت يعني عندها حاجة في صوتها ما كان بيستمع، كنت تسمع كله بحى بس ساكت كده. فقلت له يعني أنا عشان ما بقى يا أبوي أنا ما بقدر أعبر يعني أقول بحي لين صوتي، فقلت له ما تصف يعني زي الجلد داني صفرت بطلع قشمك زول، المهم حاجة بالشكل ده. فجاب عود، جاب لها عود، قال لها لو أصلك أنت دايما، لكن حتى العود اللي جابوا في العود اللي انا تعلمت فيه وعندها لحد الان، العود كان هديه من صديق ابوها اللي هو كان يتباشر في الجيش مع عمنا حمزه، محمد خير شنان، العميد محمد خير شنان، بحكم الزماله العسكريه ما بين عمنا الباشا حمزه نصر، طبعا برضه كان عندنا عمنا اللواء حسن بشير ناط برضه عمي، فكان عنده عود، فقام هذا العود ده لابنة صديقه اللي هو عمنا حمد بشير لأسمى، العود ده موجود لحد الآن.
المشاركات العالمية اللي اشتركت فيها كموسيقي وكذا، أنا برأيي كذا تقطع في كثير من بلدان العالم، السبعينيات بالذات. يعني مثلا في أمريكا دي يمكن نشيت لو قلت لكم قريبة العشرين مرة تضربوني. باريس برضو نفس الشيء. يعني في بلاد كده معينة دوتها كثير جدا، ده قبل ما يكون اشتراكي في أي جوائز مثلا عالمية وكده. مشيت اليابان سنة 80، ودي كانت بدعوة، يعني جات عن طريق سفارتنا في اليابان في طوكيو. أذكر أنه قدمت عمل كان عظيم جدا جدا بالنسبة في المسرح الدولي في طوكيو بالعود.
كان يوم الموسيقى العالمية كثير من بلدان العالم اشتركوا فيه، فعملوا تصنيف للشرف في الخمس قارات يعني، فاختاروا 22 دولة. هل تصدوا طبعا يعني السودان كان نمبر 3 الثالث من 22 دولة، ولو تشوفوا ال 22 دولة الدول اللي فيها تحتاروا انه كيف السودان ممكن يكون ده لو وده ناس اللي اختاروا اللجنة اللي اختارت دي ما هي لجنة ساكت ولا شيء، يعني لجنة جديرة بأن تحكم عليه ودخلات زي ما في كلام يعني. فيها معارف فرنسا والبرازيل و عيّدت وجهدت نفسي لزيارة لبعض البلاد الخليجية الأقطار الخليجية، هتبدأ بدولة الإمارات العربية الشقيقة ودولة قطر الشقيقة والكويت. الرحلة دي إن شاء الله الزيارة دي هتبتدي من 2/11 إن شاء الله ربنا حيانا. لكن كنت قبل كده أو بعد ما أجي من الديارة دي عندي يعني أفتكر إن ديارة مهمة جدا جدا بالنسبة لي اللي هي لجنوب السودان. نحن طبعا انفصلنا سياسيا وجغرافيا، لكن ما بفتكر أنه ما في أي قوة في العالم تفصلنا عاطفيا ووجدانيا، لا في الجنوب ولا في الشمال يعني الاثنين يعني ما في حاجة تفصلنا فيه. فأنا من الحاجات الدايرة أعملها بعد ما أجي من زيارتي لدول الخليج إن شاء الله، عاوز أمشي بإذن الله وزيارة لجنوب السودان. وشعاري لهذه الزيارة الفن يتحدث سياسة، وإن كانت سياسة والفن بالنسبة للدائرة عاملة في الجنوب هدف واحد، تحسين العلاقات ما بين الشمال بين الجنوب والشمال والعقب الصحيح. We'll be right back.
دخلت أربعة ولا خمسة أشياء ما في دور سبقني فيها ولا فخر، يعني أنا بقول الكلام ده افتخار ولا أناي. أول شيء أول من أدخل الشطرات الغنائية، الشطرات الغنائية دي يعترح يبوك من أني ليدي مثلا ليدي موسيقى الحان اللي هي تنبتي عملتها ليه، يعني أول دول أدخل في الموسيقى السودانية الشطرات الغنائية. أول من قدم من موسيقى الأغاني، ما في دور صبغني في تقديم موسيقى الأغاني اليوم مختلف الفنانين الأغاني، أول من قدم الصفارة مع العود مع الأوركسترا، أول من قدم تقاسيم على العود، تقاسيم على العود دائما عند الشرقيين فقط. Yeah.
راجعين تاني.